اهلا وسهلا سيداتي سادتي متابعي المواعيد الكبرى، نحن اليوم على موعد مع مباراة قوية اخر اللمسات قبل ضربة البداية. سنتابع معا احداث مباراة العراق ضد تايلاند. مرحبا اعزائي المشاهدين، معكم اليوم من كابينة التعليق رؤوف خليف. والآن فلنتابع أعزائي المشاهدين تشكيلتي الفريقين. ضغط قوي وينجح في استعادتها. وسيلعبون رمية التماس. نحاول فك دفاعات المنافس. هل سيمر إلى الداخل؟ من سيستلم هذه التمريرة التولية؟ يعيد الكرة إلى الوراء لبناء الهجمة. هذا ما ينتقده الكثير من النقاد، تدوير الكرات في المنتصف دون استغلالها للتقدم إلى الأمام وخلق الفرص. يحاولون بناء الهجمة من الخلف. عرض جميل من التمريرات، ماذا سيحققون منها؟ يحاول تمريرها عبر الدفاع. صنع فرصة رائعة. يحاول لعب كرة بينية غدارة. هل يمكنه التسجيل؟ كرة رأسية هذه المرة، لم تسبب أي إزعاج للحارس. بدأت معالم المباراة تتضح سريعا بعد ضياع الفرص من الفريقين. وتقطع الكرة عند هذه اللقطة بعد استحواذ بدون أي محاولات تذكر لخلق فرص حقيقية للتسجيل. كرات قصيرة لا تسمن ولا تغني من جوع. ممتاز ممتاز، إيقاع اللاعب على اليسار. هذه أخطر كرة في المشوار. كرة تونية من الحارس. كرة تونية إلى الأمام. إذن لا تزال النتيجة 0-0. اختاروا لاعب الكرة إلى الخلف. والكرة إلى الجانب الآخر وتصل إلى فاصل جميل من التمريرات. كرة طولية إلى الجناح، يلعبها بينية أرضية.
فاصل من التمريرات الجميلة، يحاولون بناء الهجمة من الخلف. اعتراض في وقت مثالي، كانت الخطورة تزداد بشكل كبير، كانت لتصبح هدفا لو كانت اللمسة الأخيرة جيدة، والحارس يلعبها بعيدة عن مرماه. يلعبها طولية، يتقدم إلى الأمام، يلعبوها للأمام، تمريرات متتالية من النوع المحبب للجمهور. كرة واعدة على اليسار، هل سينطلق ويكمل المشوار؟ يسدد الكرة. قصيرة، يوزع على القائم الثاني وهو موجود في المكان المناسب لبعض الكرة. اللاعب يستحوذ على الكرة وينطلق إلى الأمام، ينقل اللعب إلى الأمام، يسيطر عليها، تدخل دفاعي ناجح تماما. لم تتغير النتيجة حتى الآن، 0-0. عمل رائع على الجهة اليمنى في انتظار الكرة العرضية، انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة، يحاول لعب كرة بينية غدارة، يقطع التمريرة. عرض جميل من التمريرات، ماذا سيحققون منها؟ يحاول أن يلعبها بينية، قطعها في الوقت المناسب، أحس بقوة التهديد ووصل للكرة. قام بعمل كبير وتوغل ناحية الصندوق لكنه لم ينجح في النهاية. تعلن الصافرة نهاية الشوط الأول، لم يسجل أي فريق أهداف إلى حد الآن، والنتيجة لا تزال 0-0. سنتابع الدقائق المتبقية الآن. أسوأ نتيجة في كرة القدم هي التعادل السلبي، نتمنى وأن يكون الفريقان على قدر التوقعات ويقدمان لنا كرة تليق بسمعة الفريقين في الشوط الثاني. يا سلام يا سلام، يحاول تمريرها عبر الدفاع، تفوق في المواجهة البدنية وحصل على الكرة، والكرة للمنطقة الأمامية. والكرة ملعوبة إلى الأمام، كانت الكرة بكل الخطورة لكنه سجل حضوره. وتخرج الكرة إلى رمي التماس، هناك تحركات كثيرة عند خط التماس،
يبدو أن هناك تبديل سيتم الآن. ضغط قوي وينجح في استعادتها. كرة على الأطراف، كرة للجناح، مرت البينية ووصلت إليه. رأسية عالي العال، لعبة رائعة، جول. ويتقدمون أخيرا في الشوط الثاني من المباراة. رأسية جميلة من النوعية المفضلة للجميع، لكن العرضية في رأيي هي الأفضل. سجل الهدف الأول للمباراة، تقدم مستحق. كرة على الجانب، شكل المنافس بعض الخطورة لكنه وجد كل التصدي. اليوم ممنوع المرور والعبور. وتخرج الكرة إلى رمي التماس. سيتم إجراء تبديل الآن حسب ما أرى بجوار خط التماس. يلعبها مرفوعة. اعتراض الكرة، هذه مخالفة، قرار صحيح. مما يبدو فأن الحكم سيقوم بتحذيره شفويا فحسب، وبالتأكيد يطالبه بالهدوء والتحكم في الأعصاب. والتسديدة، هذا ارتياح كبير. فاصل من التمريرات الجميلة، لو مرت لكانت خطيرة. دفاع ممتاز. العراق لم يجري أي تغييرات، ينطلق بنجاح. يا لها من لمسات فنية تلك التي يقوم بها. وتخرج الكرة إلى رمي التماس. مناورة رائعة. وتخرج الكرة إلى رمي التماس. هذا هو آخر تبديل لهم. بكل القوة والإصرار يصمم على إنهاء المشوار. اعتراض جميل وفي وقت مثالي. فاصل جميل من التمريرات. يحاول لعب كرة بينية غدارة. وزع الكرة وتعاملوا مع العرضية بشكل جيد. من المفترض أن يصبح هذا هو هدف التعادل.
يعيد الكرة إلى الوراء لبناء الهجمة. كرة على الأطراف، فشلوا في الاستفادة من هذه النهاية. كرة طولية في المساحة الخالية، يلعب كرة بينية، ستذهب الكرة إليه. وتخرج الكرة إلى رمي التماس، يحاول أن يلعبها بينية، يلعب تمريرة مرفوعة. دقائق بل ثواني هي المتبقية من عمر المباراة ويتحقق لهم الفوز. يلعبها بينية أرضية، أمامه فرصة التسجيل، أزال الخطر مؤقتا. توسيع على الرواق، خلق لنفسه المساحة، قراءة ممتازة من الدفاع. هناك إمكانية التسديد الآن، كان في إمكانه التسجيل لكنه آثر الفرصة. كرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، على مشارف الوقت بدل الضايع. توزيع ناحية اليمين، تحكم مذهل، يرسل عرضية أرضية، لم يخاطر على الإطلاق. وتنتهي المباراة إنها صافرة النهاية. عبروا هذا الاختبار بأقل فارق من الأهداف، وذلك بفضل خط الدفاع الذي كان في أفضل حالاته. أظن أنهم بعد ذلك الهدف اللي سجلوه في الشوط الثاني قد فعلوا ما تفعله كل الفرق القوية وحافظوا على الأسبقية. شرفت بصحبتكم أحبائي المشاهدين، ولتسحبكم السلامة. طاب مساؤكم وإلى اللقاء.